ماشي قديتي ادم مالك مالك وما يلك ودخلنا عليك بالله شحال وتي هنا باقا ما تيش تعلمي لهاد الشقه. راني كنشقى جمعت الصالون راه الفطور موجود محتاجه شي حاجه خاتي. وباين على بوك الشقه واش دخلنا عليك بالله اللي كيدير هاد السداده بحال هكا يسوسم هنا من الغبره يسوسم على الماعن. عقولي لي يسوسم على الماعن واش اللي بغات الشقه تتقادي وجهها شي بشي مسحي عارفه امك من العكورات ما كاينش لوسك معاك زعما هنا في الدار. خالتي انا محتارمه راسي باين عليك اختي انا درتو راجلي. لا لا راجلك تدخلي للبيت وتيجي من خدمته ماشي قدام لوسك نهار كله يدور عليك هنا في الدار. واخا خالتي سمحي لي مره اخرى ما غنديش هو زلتي فيه انت كاع زلتي فيه وانا لا زلتي فيه باقي ما تيش تعلمي باغي ما تقادي شويه. خالتي بغيت نسولك اشنو ما كيعجبكش اي حاجه قلتيها ليا كنديرها. اي حاجه قلتها لك ما كديريهاش ماشي كديريها بحال دابا شوفي الصالون دابا دخلنا عليك بلوش كاين شي وحده كتسوس الغبره على الماعن نحي الطابله وديها ليه ونهبط دوك السدادر. خالتي راه الصالون يلاه مخمل غير السيمانه اللي فاتت وكل نهار كنمسح ليه غبرته راه اليوم راه حيدت شويه الغبره هنايا كنبارك راه ما كاين فيه حتى شي حاجه حتى كلشي مقي. ها شوفي شوفي شنو كيدير ها ها شوف ها 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 كيبري. ها 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 قلبي شتي شوفي شوفي ويلي 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 لا سربيتها دايرها في يدك تنظمي شويه انت عارفه قوانين الشقه راه ماشي الدعوه في صافي تحطي تيمي غلا زعما راني كنشقى. واخا خالتي انا دابا غنهز الصالون كامل وغادي نخملو شي حاجه اخرى ودي سربيتها في يدك ومسحي هادشي. غنهز كلشي غنغسلو بالماء وتشيد او كمونية ما حكيتي والله ما كتعطي الريحه تيايا بزاف عينا ما نوريك علما نعلمو فوق حتى حاجه حاد كاع في الكمارتك راكي كتصبغيها وتمي جايه خارجه. هادشي راه ماشي شي صباغه راه كيرت هيت ولي موصل. لا لا العكار ما نديروش ما نديروش لا لا حتى نكون انا وراجلي ما نديروش ولوسي معايا يدور في الدار. واخا خالتي حشومه وعيب بقى لك الضرب ضربيني الله يخليها سلعه. عييت 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 مليت حشومة على كلشي كنديرو اللي بغيتها كنديرها لك المعيور والضرب. وصافا محمد يومي جيتي وانتيا مقلق وعاقدها صافي بركة تسال مشاكل في الدار ملي تكون معايا كنقولها لك ديما خلينا غنبحرو ونشطب ونسيك همك. الزواج كيخربق انا كاع ما عارف هادشي كاع سبحان الله العظيم انا والله ما ديالي ما انا ديالها شوفي المده اللي تزوجت فيها انا سبحان الله العظيم بحال عشت فيها بحال كبرت. وا محمد عمر الزواج ما كان خايب ولكن غير ما لقيتيش انت معامس وكانت شي وحده اللي في شكل وكتبغيها وكتبغي كون راك عايش الحياه. مرضتني من كير ما عرفتش دابا هي امي ديما الحروبات ديما المشاكل ديما الروين صافي انا وليت كنقول نحفظ عليها ونصيفطها في حالاتها. محمد واش ما كتشوفش الاختلاف اللي بينك وبينها انت هي في الشرق وهي في الغرب كيفاش تجمعت الله اعلم. المكاتب انا شنو المكاتب شنو داني شي سحوجه انت سبحان الله انت فزعتي تمشي شي بعيد دابا فسر ليا وحده انت ما كتبغيها ما عاجبك ما حتى شي حاجه وتزوجتي بها غير هكا كيف شنو هي الحاجه اللي نحل ليها في عينك انت شنو راه الحب راه فيه وفيه راه الا ما بغيتيش في قلبي راه كنبغيها بدماغي كاين اللي كيتزوجها بدماغه والله ما نكذب عليك حتى اللعيبات ما عرفهاش كاين اللي كيتزوجها بدماغه كنسمع هذيك نتزوج واش سولي على راسك انت عاد الناس يقولوا لك سولي وتعرفي كاين اللي كيتزوجها بدماغه بالعقل هادشي الا كان مالك انت عارف انا ما صلاحش انا ما وخلاص مصبرك على هادشي اللي نحل راسك ما خاص غير الحمد لله انا كنقلب وكنشوف وشحال هادي وكنقول انا غندبر على شي وحده بياسه وزوينه تحمر لي وجهي لك تغادي انا وياها يشوفوني الناس بحال ما اللي خرج معايا انا بحال هذا الشيء راه كاين ومازال عليه الحال انت يا لقى الحل راسك والف وحده تتمنى الزهراء انا شوف هادشي على هاد لافير هادي انا حلف انا باش نتزوج ما بقاش نتزوج واش انت حاقر راسك ما كتشوفش راسك في المرايا علاش كنشوف قلت والله غير مزيناتك غسال خدمتك بدا راك الحمد لله ما ناقصتك حتى شي خير وما انا اللي ما عرفتش قيمتك عطا الله اللي تعرف قيمتك بزاف صافي يا اختي فوتي بعدي مني الله يحفظك والله رضرني راسي انا والله صافي انا عيطت لك باش نهضروا ونضحكوا صافي الله يحفظك صافي انسى انسى غير ليا الجو انا باقي ما مشيتش الخدمه دابا صافي نغيرو الجو انا على هاد لافير نمشيو نتغدا نوي فونس ونعرض عليك ولكن نسيت صافي سيدي انا لاسا صافي يلا شربي شي حاجه انا قبيله ونا اودي راه عييت ما نصبرها مروه راه صبر لي حدود راني صابرة وعارفة بحق الزواج وغير صبري وزيدي صبري اختي انا غدا ان شاء الله غادي نحاول نجي نشوفك ومنها اللي تندوي معاهم غير هي انت ما تقولي لي حتى شي حاجه. هذيك العدوزه راه ما عاجبها حتى شي حاجه كان عيان شقه نعيان ندير نعيان ندير الخاطر مال لي فراج لي منقياهم وكلام وشرباهم كتنوض كدير لي حاله والله اختي تبقيتي فيا كون عرفت هادشي دغيا يبقى لك النهار الاول والله ما نخليك تزوجي
ودي مروان على من كضحك؟ اش من معززه مكرمه وعرفني انا وياك اللي عندنا بعضياتنا. وصافي اخشي دابا والله الا قطعش ليا قلبي بهذا الشيء ديالك. واش كيضربوك ولا معدين عليك؟ لا لا وصافي اخشي مالك بالصبر، هذا هو الزواج. واش كتحابي ساهل؟ حتى حاجه ما ساهل هذا الوقت، خصوصا ربي لا لاقاك مع شي وحدين خبيتين. اسمح لي اخويا، راه انت اللي عندي داكشي علاش كنتشكى عليك. المهم غدا ان شاء الله راه غادي نجي نشوفك. انا غنتسناك. واخا اختي ان شاء الله يعفي راسك. الله يعاونك. قدام مروان انت بعيد، داكشي علاش كتقول لي صبري. اما كون كشتي عايش هاد العذاب كاع ما تقولها لي كاع. منى خالد خويا، محتاج شي حاجه؟ لا ما محتاج والو. مالك تمشي ليا مغوبشة؟ لا ما مغوبشة ما والو. خنا عليك بالله مش خبيتي لي، ياك انا بحال خوك. وتشي دوي. لا لا ما خصني والو. منال انا راه كنشوف بعينيا في هاد الدار شنو كيوقع، راه ماشي عيمة. وحاس وعارف وشايف بعينيا. اش غنقولك؟ الله يصبرك وصافي. لا اله الا الله محمد رسول الله. راني صابرة. ما عندي ما ندير. هذا هو مكتوبي. اش نقولك؟ الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. غازيدي في صبرك. سير اختي الله يسهل عليك، سير. واخا بدل حويجاتك وانا نسخن لك. سبحان الله، كاين اللي ربي عطاه مرا بيه خير وعلى خير وما حامدش الله. وهذا هو الحال. وليده السلام عليكم. اش ياش؟ علاش بغيتك؟ جابك الله نيت. مالك امي؟ الناس واخدين عيالات وانت واخد دوبرمانا تيليكوموند خرجت عليه. ها اه امي انا راسي منفوخ ليا امي، انك تخرج دابا مشيت طلبت قهوه مشيت فوش شويه صافي الله يرحمك ولدي. انا ندخل الدار للمراه نخرج للمراه 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 صافي امي. اي اختي تخرج شي شربت شي قهوه انا نبقى في الدار نشرب السم مع هاد الكارثه اللي جايب ليا. وانت دابا امي انا ما فين شنو الحل؟ عطيني الحل هنا صافي. اش من حل غنعطيك؟ هذيك اش معنى غير فيها من حل؟ فيك تي كتشوف النهار الاول اوليدي، ولكن انت اللي جايب لي هاد الصقعه بنواره للدار النهار اللي جات عندي وحنا اللور اللور وما تعرف دير حتى حاجه. كارثه اللي حطت في يديها تمشي. خاص يجيبوا العيالات وانت جايب لي مصيبه. شي بنادم هذيك. اسمع لي امي اش غنقول لك؟ انا حتى انا ما بقيتش حاملها طلعت لي في راسي. وشنو دابا شنو المعمول؟ انا قلب على راسك. كيفاش قلب على راسك؟ دابا هي عندي اش غنقلب على راسي؟ صيفطها مالها ياك ام. واش بغيتي تبقى شاد لي انا كارثه هنا؟ والله هذه ما صيفطها سي. ما ولدي ما دار حتى شي مصيبه، اللهم لقى عليها السب وصيفطك الكبه مع الدروج. صافي الوالده صافي حنا تزوجنا بها وصافي قلنا يسر الله الوالده خصك نتفاهموا انا وياك. تزوجوا الناس يتزوجوا بمراه مقوده تعرف تهضر تعرف تخدم تعرف دير بزاف د الحوايج. ولا حتى هي كانت بحال هكا كتعرف حتى هي هكا ولكن تزوجات ما فهمتش انا كي ولات. مسكينه فورماطينها احنا من اللي جات هي. وتنوضي عليك النوضه خليك بالخلا حتى وياها. دابا ما بقاش كتبقاش يداوي في هادشي دابا ما عطيتينا حتى المفيد. عصبتني المفيد راني قلتو لك ركب والديها مع الدروج جيب وحده صافي وسالينا. نعاود نجرب ونجيب وحده. مالك مالك راك راجل جيب لالاها. وي ايوا شنو؟ عندك امي جوج طلق. ساهله مالها؟ ما عندك ولاد ما عندك وتاد كركبها مع الدروج. ياه باش نقلب على وحده اخرى. قلب مالك غاتوحل. سبحان الله العظيم. شي حاجه مستحيله انت ملي شفتيها انت ما كاين. سبحان الله العظيم راه هذا هو الزواج. الا جيت نعمرك انا على راجلك راه ما غتكمليش انت ويا هذه المسيره ديالكم. ا مروان دابا انت كيسحب لك انا ما صبراش وما كنصبرش. راني صابره للدل اللي حتى وحده ما تصبر عليا. انا عارف هادشي. اقسم عارفه راسي ما عندي لا والدين ما عندي لا تالي لا والو. ما عمرك تقولي هاد الهضره. عندك خوك وفي جنبك سمعتيني وعمري غادي نخليك لشي واحد من الدلوله. قلت شي مرشيه لي انا وياك ما عندنا حتى حاجه ما نكسبو ما نعلمو. الظهر اللي غيوقفنا ما عندناش. ومانع لينا الله اختي لينا الله. سمعتيني انا كنتيق فيه سبحانه وتعالى وعمرو غادي يخيبني. عدوزه حاره فيا. الراجل ما مسوقش ليا كاع واش كاينه في هذا الكون ولا ما كايناش. واختي النهار الاول كنت كنقول لك صافي وصافي الله يعطيك السر. ودابا انا جيت عندك باش ندبد معاك الحال ونقشبو شويه وانت دابا كتبكي. راه ما عندي على ما نشكي. راه القلب عامر. راه ما بكات العين تبكى القلب.
راني عييت من صبر مروان خويا. عمري توقعتك غادي تجي وتزوجي وتولي تبكي تانتي وتولي في المشاكل. راه كنبكي هدم. فين هو راجلك هنا؟ راه دابا غيدخل. هادي هي وقيتو من الخدمة. شوفي انا غنتسنى حتى يجي باش نهضر معاه. راجل راجل. هادشي اللي كنت باغي نقول لك، دوي معاه هو من الاحسن. اما مو راه ما كتقاواش. النهار الاول انا شكون جاي عندي قال لي باغي الدريه؟ جا عندي هو قال لي انا باغي اختك على سنة شي واحد، يعني انا غادي ندوي معاه هو. سمعتيني؟ المهم انا غنمشي نوجد لك واحد الكويس الاجاي فين ما دخل. ما توجدي لي حتى شي حاجه، الله يعطيك الصحه، ما كدير على مشاكل. ضروري ضروري. واخا انا غنتسنى تيجي. دار دارك اخويا، مرحبا بك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عطيني الزهره لالي شي مزيان. شحال عمر؟ لقيتيني نيت نسيت شي لعيبات في الدار، رجع معاك نشوفو مع هاد الخوت. لا كنتي غادي خايف عليه. انت عارفاني انا رفيا الزهايمر ديما نيت. ماشي جديد ماشي قديم. شوفي الحمد لله اللهم لك الحمد، انتي اللي غابرة. والله ما غابرة، مع الخدمة ومع تمارة ومع كلشي. انت هادشي عندك ما كيتقاداش. عموما راه غادي عاد خالتي طالعة سيري خرج سيري. قلت لها نمشي معاك فاطمة الزهراء نسيت شي لعيبات والله العظيم ما نقدر. ايوا تعاود ليا ماشي مزيان. خالتي كتعاود عندك شي حراميه داك النهار عيطت لك نشربوا قهوه قلتي لي حق كاع عندي ما يدار. انت عيطتي لي والله ما قلتها خالد ما ديتش عليها راه شويه لاباس. السلام عليكم سي مروان. هذا انت فين؟ بخير. مرحبا. الله يعطينا بركه اخويا. الله يحفظك. بارك الله فيك. شكون تعاونك؟ صحيح لاباس الحمد لله. بغيت ندوي معاك اخويا محمد. فاش الدريه هادي ماشي حشومة عليكم اصاحبها؟ قول لي خويا مروان، الرجل والمرأة كعرفوها هما. لا كانت عاودت لك شي حاجه ماشي هي هذيك، راه مع الوالده. انا هادشي اخويا فرع ليا راسي. واش انا ندمت نهار الاول على الجوج خويا؟ ملي ما قالتش على الزواج ما تجيش عندي النهار الاول وما تضيعش معك بنت الناس. سمعتيني؟ اشوف خويا انا راسي مطبوخ ليا في الخدمه، الله يرحم لك الوالدين. خويا الا كان راسك مطبوخ انا راك شر منك. انا راه شي كنشوفها كتعذب يوميا وكنصبرها، كنقول لها صبري على الزواج هذا. حتى انا هادشي اللي كنقول ليها، حتى كنقول لها صبري معايا. خويا دير لها شي حاجه تمي قبيحه شويه، دير لها شي حاجه تشكري ليها. ما نخليش امي بحدها، انا امي ازماتيك. هي وانا خشي من على من انا خشي. وتصبر معايا راه هادي الدنيا وما فيها صاحبي. انا عرفتك صباره ماشي ما كنكذبش. الناس كيصبروا على كلشي يا محمد الا الدل. دابا انا داخل من الخدمه غادا تفرع عليا راسي بهادشي. الله يرحم لك الوالدين. انت فاهم اصاحبي دابا كنتي ما فهمتش. انا ما عرفتش انا صاحبي دلتش. ماشي هذا النهار الاول جيتي عندي خويا بغيت اختك ونول معقول والعيشه مزيان. فين هو داك الشيء اخويا محمد؟ ما كنت بدلت ومالكم؟ اسمع لي يا خويا اش غنقول لك مزيان. انا داخل من الخدمه وديتي كتفرع عليا في راسي. خويا الا كانت شي حاجه ما بينك وما بين اختك امي انا ما طلعوش ليا الدم. وخويا بعد مني الله يرحم لك الوالدين. الله يهديك السي محمد، حنا ما بغيناش نخرجوا معاك للعيب، جينا كنهضروا بلا شي احسن وبغينا نديروا الماء منين يدوز. واخويا هاد الماء انا ما بقيتش باغي يميه. شوف اخويا ديروا الحل اللي بغيتو نتوما، دبروا راسكم. خويا ما بقاتش عاجبك الدريه دير معاه شي تاويل. صافي راه هذا لا اخويا صبرنا تعيينا. هيا جي دير معاه التاويل منك يا ليه. اش كاين اش كاين اش كاين؟ تا هاد ولدك هذا الشاش ولا كيقول؟ اش كيقول؟ النهار الاول بغيت الدريه وجا كيطلب ويزاوق وشو دابا ولا كيخرج فيا عيني. في الاخر اسيدي راكم ما عطيناش دريه، راه عطينا عقوبه. سمعتيني؟ وانت اللي جاي مقبله تتنطر وتتزعلنا صوتك. الله يرضى عليك. هزها في يدك وديها معاك. انا كنحتارمك، هذيك راه اختي. هزها هزها بنتك، كون كنتي مرا غديريها بنتك. يا خويا انا ندير بنتي عقوبه؟ خرجت ليا ولسيسي انا منها اللي جات عندي هنا. تا دابا لا مات ودفنا الله يرحم ليك الوالدين. هذيك البنت ما قلتش واش باغينا، ديروا معاها اللازم وعطيوها لوازم. ديرها سيدي لازمها يوصلها حتى للدار. واخا ما قلتيها. سمعتيني؟ باش تجي هنايا لداري انا في قاع داري تهز عليا صوتك. خالتي فين غنمشي؟ ما مروان سير ما ديرش ليا مشاكل. باغي تعيش مدلوله؟ سمع اش كتقول عليك. شوف طلقي مني، سمع اش كتقول عليك. ما باغاكش تسكني معاها، ما باغاكش لولدها، ديري نفس كون عرفت هادشي هذا النهار الاول. والله لا عاد تبتيها معاها. سيري مع خوك اللي يصلح لك ولا يخلق. سيري انا ما
سيري مع خو نوضي جمعي حوايجك نوضي جمعي حوايجك انا سير سير انا ما نمشيش شفنا غنمشي لا صافي غنسير دايره ماشي مدلوله دايره دوع حتى ماسي حتى حراميه اللي فيها سمعني نقول لك ما باغينكش تبقاي معاهم في الدار فاش غندويو منال راه ما نصبرش لك انا لهاد الدل هذا راه بزاف كلشي حتى الكرامه طيح لك ونادي خو سمعي هضره خوك نادي جمعي حوايجك راه خوك اللي دايم لك سمعي هضره خوك ونادي سيري مع خوك انا غادي نمشي تديري حل لراسك سير 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 مع خوك سير سير اخوتي سير مع خوك سير والله العظيم اليوم بنت من تحت شي دره لا لا صافي دابا ماشي اللي باش تلاقينا خويا في الدروس كيفاش انا علاش ملي كرجعي معايا فوق ماشي معاك ماشي اللي باش تلاقيت مع خويا في الدروس يا فاطمة الزهراء ماشي فانا نقول لهم راه جايه معايا فاطمة الزهراء وكبر بيها خويا تكبر بيا ما نكبر بك تلاقيت انا وياك كيما في الدروس شي وحده الباب راك حدنا هنايا سلام عليكم ياك فاطمة الزهراء السلام عليكم خلي خويا مرحبا شكون هذا راجل انا كلاراس خو منال هما اللي داك الترند دخل فينا ولا سلام لك كلام مالو ما عرفتكم رانا هو دا معاهم تا هو فاطمة الزهراء خويا دخل فاطمة الزهراء خلينا في الدروج تلاقينا عند الباب مشتيني مشتك باش نبقاو زوينين خايبين والله هادشي الا في شكل قسما بالله ماشي انا جاي معاك وكذا ومكلف راسي ومكلف راسك هزني في عماري فين كنعرفو انا ما كرهتش انايا راه ما عنديش الكتاب باش نهزك وحق ربي تنتسالا قلت لك بايكيس تلاقينا عند الباب زيد شي كلمه اخرى بقا تعرفني ما نعرفك والله شنبلوكيك تفهمنا عندك الرجوله ديالك تفهمنا في تلاقينا تلاقينا حدا الباب خاصك حسن منك هادي مانا شافتني ناضج مانا صايبك احلى عطاني سيدي ربي جابها ليا ولدي ما غنقولش ثاني سير نصرف حكم الله معاها وتقولها السلام بعدا تي غتخلي سلامه عدا الله يخليها بالخلا سلامها ولا بلاش امي اش كاين حشمي شويه راه حشومه راه بنت الناس هادي اش حشمي شويه ايتيمه هذيك ما هي بنت الناس ولا بنت الكلاب وحاشي ولك راه ايتيمه مسكين وروديها في مخك نوض عاود راسك درناك محامي عليه بقيتي لي حتى من الحساب عاش اخوها نكدوا لينا وزيدني حتى انت لا مصح ما بغيت يا واحد تا نوض قاعد نوض نوض لا مصح نوض مالك يا خويا قطعك حتى وياها اش وقع اش وقع ما نقولش لك اش وقع جا خوها بغى يديها وما عند والدي امها القلب ما عداش النفس 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 ما عداش ما نمشيش انا ما راجلي يا ولي راجلك ما باغيكش انا ما باغاكش خالتي اش غادي نقول لك والله تبارك لكم والله يحسن عوايدكم معاه يخ خالي يعطيك ربي شي سلعه ناقصه شي مرت الولد الله يسر راه الراس ديالك يدوخ ايوا خالتي اش غنقول لك الله يبعد بلاكم من بلا امين يا بنيتي وجيب بلاك عدي امك راسك يا بنيتي انت اللي تكوني مرت ولدي قولي والله خالتي ويلا والله هادشي فيه والله والله ما فيهش الضحكه بنت اختي غنقول لك انت ها شوفي عقول لي الاوكي وما تخافيش عليا ولينا غنسيني لك دوك نسيني ولا بصم شي حاجه اخرى قاليتي وحنا كاع على لا في الجماعه على لا جاتك انا خبيني يا محمد انا غنبين هو بيني ليا ونشوف لا كنتي بنت اختي وديال قلبي واخا انت عارفه انك باغا محمد ولكن ملي خطب ودا سيري كنتي على ولاتي كاع ما يخطب كاع واش غادي ندير راه هو قال لك بغاها الله يعاوننا ويعاونوا نفرض عليه راسي بصحه ولكن دابا ملي قلتي لي انت صافي غير بالي بالي والله خالتي ما تخليني ونفلتو ايوا انا غنشوف والله خالتي انا يا كرات تقولي انت عدوستي منك امي منك خالتي منك عدوستي ماشي يا ربي تقرب البعيد يا ربي باش كيكون في هادشي محمد توا طلعت لي هنا ولا فيا انا شوفي شي على بديتي انت عطوك السيد ساهل ماهل توا راه يعلي وقفي معايا واقفه معاكم وانا راني كاردافو لك تيا يا عبال وانتي شوفي ليا السوق قلقلي ليا السوق شوفي واش عايشه ولا لا عطيتك اوكي تقدمي راه هو دخل البيت نوض معاه هذا قال لي منك ليهم ودخل البيت ما قاعد تمشي عنده انواسي مسكين راه كاينه الميكروبه دابا خنتي خليتها ما تكونش وبالي ليا باش نتسلط عليهم في البيت نشوف اش كيديروا واش كيبدا بالتليفون وبدا ما باغيش يوقفش باغي قاعد يدوي مع داك منكم يلا سير نوضي يا ربي تكون بنت اختي من نصيب ويا وليدي سلاك امي الله يدير الخير وصافي يا وليدي يا وليدي كنت تبعتيني وتبعتي ريي راك بخير ولكن انت دابا باقي الوقت عطي راسك وليدي فرصه وتبعني تبع مهمتك وغتربح المشاكل صافي انا ندمت تجوش تسدب عليا المشاكل ونسع عليا كلشي انا عاتبع مهمتك في رايها وما غيخصك حتى خير بحال الزمن كاينه واحد البنت حلوه منها كيف
شحال وامن شكون انت؟ دابا تبعني دابا قول لي شكون انت؟ ما تكعم والو ما نكاش فاطمة الزهراء بنت خالتك دابا دخلنا عليك بالله غادي تلقى ما احسن منها عقول لي كذب عليك الوليد اي ما لقيتش احسن منها فهمتيني ولكن انا سمعي انا عارف انا باقا في 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 الدمه ديالي انا اش من الدريه درك بالداري لا حتى ولا هي الدريه كركبها تمشي بحالاتها راه ما عندها قلب ما عندها نفس اللي لاصقه اش غنقول لكم اش غتقول لي راه ما بقى ما يتقال خليني نفكر في هذا البلان مزيان ونشوف شنو غندير استغفر الله حيت غادي يفكر لي بحال السيد يلاه عنده 10 سنين ماشي 10 سنين امي ودابا تسي راه جواج وطلاق وهادي وراك عارفه امي المشاكل ما كاين حتى مشاكل ما كاين والو المشاكل كاينه مع هاد الكارثه هادي شتي هي في حالاتها راه برع عليا الوالدي تبرع عليا بنت الناس اللي يستاهلوا فاطمه الزهراء زوينه ومهنيه في راسها وبزاف الحوايج لكن عاوتاني العائله راك عارفه يقول لك ديجا مطلق وعاود تزوج بها هذا سيدي حد خور سوق راسك وانت عاقول وافقت وبغيت همي وخرج العائله انت شغلك في العائله صافي امي سيري سيري حتى نفكر انا ما كاينش تنفكر صافي امي لاحظتك صافي الله يكبر بيك صافي سيري بقى مقابل المرايه وتخمم وتفكر في وحده كاع ما تستاهل الو الو محمد الو لاباس عليك بخير الله يحفظك فينك انا في الدار تجي لعندي القهوه علاش بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع ضروري اش غنقول اني في الوالده قالت لي راه فاطمه الزهراء بغات تهضر معاك شي اخر وهي اللي جيتي لعندنا في القهوه اللي كنجلسوا فيها عقلتي عليها يلا صافي عطيني واحد 10 دقائق ونجي عندك ما تعطلش نضربوا الحبيب نحدو سخون مالا اختي صباح النور صباح النور صافا كلشي بخير يلا فقتي داوي كي صبحتي الحمد لله اختي نحط لك الغداء لا لا الله الا بغيتي موجود لا الله يحفظك والله الا بغيتي نفطر راك عارفه الغداء خليتها بلاتي واخا نوجد لك فطور سودا وحق الله صافي خيور اتاي اللي درتي هو هذا اللي درتي اختي هو هذاك اللي صافي اش كدير هنا كوزينه ديال العيالات ماشي ديال الرجاله امي صباح هادشي ولا شي مالك دخل فيا كطريه اش كدير هنا عادي جاي باغي نفطر باغي تفطر دير مرا وجي عندها قول لها تعطيك الفطور شو الاخرى الكماله كديرها ما كتحشميش شو الكماله كديرها شو ما عندها علاش تحشم لا لا مسكين شو كمزوقه الكماله جالسه معروضه تما كي مع العونيات في العراسات الله يعطيك عام صخ امي الله يرحم لك الوالدين راه جايين باغينا نفطروا وغنمشيو بحالاتنا حتى من داك الغداء خليوه ليا العشاء ولا ديروا فيه التاويل وا سيدي سيدي رما تعطيك ما تاكل وتعطيك ما تجغدد ولا جي عندي انا امك اش دخلك عند هادي هذا راه صيفطك للحبس هادي هذا راه صيفطك على رجليك وتجيبك زين الواليده بغيتي نفهم شي ما كديري لنا بحال هكا واش لا ديار عندك وبغيت ندير لك وقلت لك اسيدي جي عندي انا وسير قلب على مرا مزيان ملي جبتي هذا الموضوع بغيتك نيت ندوي معاك في واحد انا كنستناك سير تنجي عندك سير انتي شوي فيا انتي يا راني غادي نقول لك انتي عاد قادي معايا ولا خصي عطيني اتساع عطيني اتساع ما نهاري ما شفتك ما شفت النهار الابيض عطيني اتساع انتي ما كان عندك قلب ما عندك نفس ويلي ناري 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 كون كان بجهدك وراني ما عادش درت لك تو على جنس كثير الله يزكيك هادي ما ندير نصبر ونزيد في صبري السلام عليكم وعليكم السلام صباح الخير الله يسلمك وين جيتي اسمح لي هبطتك من الدار نادي ما كاينش مشكل مرحبا شنو كاين مالك زربان قلت صغير بعدا شويه وتاع ولا ما كاينه اللي كاعي وصافي خلاها الله وصافي شي واحد ما صابك يبغى صراحه على ود شي عيط لك انا دراش معايا الوالده والمحات ليا فشي حوايج ولكن ما فهمتش نتمنى نفهم من عندك انا غادي نفهمك اسيدي القصه وما فيها صراحه ولد خالتي انا راه باغاك وعاجب لي من شحال هذه قبل ما تزوج وما كتبيتيش ليا ولكن من نهار تزوجتي كنشوفك كيفاش عايش في المشاكل وما مهانيش وانا بقيتي فيا وانا ما كرهتش تعطيني غير فرصه نعيشك اللي عمرك شتي تعيش مرتاح هاني مهني
ماشي بحال هكا فين ما ندور نشوفك غير كاعي ومقلق، حتى الضحكه ما بقاتش كتبان على وجهك. كما قلت لك من قبل انا عايش على هذا في التزويجات، ما كنبغيها ما كتبغيني، ما شوف واخا تعيا ما دير ليها انا ما كنبغيهاش، ما كتدخلش ليا للقاموس بلديه، ما انا باغي شي وحده بحالك زوينه ان شاء الله فراسها. انا كندخل كنلقى فيها ريحه المراه. اش وهي اللي طلقتيها محمد وتزوجتي بيا ولا لا؟ ما نستاهلش طلقها. واشنو بغيتي تخليها وتجبني عليها انا ضره؟ انا ما نجيش ضره على شي وحده، هي تكون ديالي بوحديه بلاش. زعما انت تقبلي بواحد ديجا مجوج ونطلقو؟ شو ما قاعد تقول كاكا محمد، ابار انا كنبغيك وكنمشي عليك انت راه ولد خالتي، انا ما تهلاش فيك انا شكون غيتهلا فيك؟ ولا لا كيف كيقولوا الناس بكري خلنا ما يدي غيرنا. شوفي انا غنفكر في هذا البلان مزيان وفي فائده ليا وليدي صافي. نو غادي زربان عندي واحد الشغالات في الخدمه شوفهم وبيناتنا التليفون والله يجيبنا في الصور. صافي صافي يلا باي باي. وهذا السمارة طلقناه والله يا ولد خالتي ما نفوتك تنولي مرتك. هانا سيدي اش بغيتيني؟ اش هذا الموضوع اللي باغيني عليه؟ ورخي فراسك النفس باش نقدر ندوي معاك. راه خفا سيدي هاد النفس يلاه عطلقني خلاص. المهم امي باغي نتزوج صافي هذا وكان ايوا طلقها من قبيله، لا تسنى فيا تنجي من الكوزينه بحال هاد المواضيع هذا، نخلي هذيك الكارثه ونسبقك حتى الاول. صافي ما قلتيش حتى شي كلمه لعيب، وجدي لي راسك باش ان شاء الله نمشيو نخطبوا. ويلي وانا مجداه درك درك لا بغيتيني نمشي درك نبجل لبيتي ونهبطوا انا وياك. شكون هي هاد السعيده الحظ اللي غتقبل على ولدي؟ فاطمه الزهراء. شكون فاطمه الزهراء؟ فاطمه الزهراء بنت خالتي. شكون فاطمه الزهراء؟ يا ويلي باش شويه انت ولا ماك بات لك على فاطمه الزهراء تقلبوا على المجوجه مطلقه ما باغيها حتى واحد. كيفاش مجوجه؟ اشنو هذيك راه باغيها محمد انا، علاش انا باغا نكركب هاد خيتي انا وناخذ المحمد؟ كيفاش باغا تكركبي وتاخذيها؟ اشنو كيما كندوي معاك بالشلحه وباغا نكركبها وناخذها هي، هي اللي كتعيني فيها من شحال هادي وهي عينها في ولدي وولدي عينها فيها وكلشي عينه في بعضياتهم. ساليتي ساليت اش كتخربقي على قول الله اكبر؟ اش كتخربقي؟ اش كتخربقي يا امي؟ وين؟ انت كيفاش السيد مجوج باغا تزيدي وحده ما فهمتش؟ شكون اللي قال لك مجوج؟ ما بقاش باغي يا سيدي، هذيك راه باغي انت تكركب شي بحالاتها، بغينا عاد تجي من عده وتخرج راه بغات تجي من عده. ويا عاش بها الحال باغا. شكون هاي؟ فاطمه الزهراء. ويلي فاطمه الزهراء النهار الكبير هذا غادي عاد خاسر راسك الا قلتيها لها وليدي وتولي رافضك وكاك وقال لك شي كلمه وتولي خاسر مع امها هي، عطى عليها امتى تجي لهاد الدار؟ دابا انا وليد دلدول. وي علاش دلدول؟ ماك عاطيها الكلمه ولا هي عاطيك وعد؟ لا والو بصح دابا نتوما كاملين متلين عليا انا. اش غنمثلوا عليك؟ عمرك قلتيها لينا؟ لا عمرها هي عطات قالت لك الكلمه راني بغيتك. وانتي ملي عطاك خاطرك ولدك مجوج زيدي الثانيه. انت اش من جواج؟ انت اش من جواج؟ جواج العدل كافر بالله، انت اش من جواج داك انت عندك كتسميه جواجو؟ انتي علام والله علام والله تعالى. انا خويا كنشوف على راحه ولادي. وصافي راه ماشي راحه ولادك، راحه ولدك. لا حتى وليدي راحه. الله يخليك. قلب على اي حسن بنت الناس ومشي نجيبها لولدي. اسمح لي يا خويا راه ما بغيتش نخلعك البارح بالليل. مالك ما كاين باس. الكاس فاض، صبر تعيت. عرفتي شنو باغيين يديروا؟ اش باغي يديروا بالسلامه؟ باغيين يطلقوني انا ويجوجوا لواحد اخرى. الله يلا عبروا عليك، عبروا عليك يا المد الاولى. سمعتيني؟ حيت النهار فاش جيت وبغيت ندير لك الشان والمرشان ما تبعتيش كلامي، وشوفي دابا شنو ولاو باغيين يديروا لك. الليل كامل وانا كنبكي عينيا نشفوا من الدموع. واش نسولك دابا مانا؟ وما ديرهاش مني قلت واخا انا اخوك، البكا باش غينفعك؟ ها والبكا مورا الميت خساره. كنبكي على صبري اللي صبرت، كنبكي على الدل اللي دليت. سمعي نقول لك مزيان وحلي معايا ودنيك، انا غادي نجي وغندير لك حل في هذيك الدار، ولكن ملي نقول لك جمعي حوايجك غتجمعيهم وغتبعيني. سمعتيني؟ غتلقاني لابسه جلابيتي ومجدام اصلا. وما يبقاش فيك الحال، مازال عندك خوك، نضرب عليك شماره بالليل وبالنهار، اهم حاجه هي نشوفك فرحانه وما خاصك حتى خير، حيت كيف ما كان الحال كتبقى اختي. ما غندوزكش. عارفك اخويا ما عمرك ما غادي تلوحني انت اللي عدي في الدنيا. صافي دابا ما نحل، خليني نمشي. صبرت باش ما نطلقش، صبرت باش نبقى جامع جملي، وفي الاخر هادي هي نتيجتي. كان عليا كاع ما نصبر كاع من الاول، ما باغينيش ندير حل لراسي. قول لي اش درتي مع فاطمه الزهراء؟
شد رنش معه وعادي طرونكيلو مش كيان ما عرفت في حلمه كان قاعد نقولي ياك بعدا شو كشي اللي تسمعنا الخرى الويدة تبكي ببقى تهمني أنا هذيك أنا الويدة رش أنا ندرت لك دي بخاطرك ومشيش معكم وصافي أنا خصك تفك اليد البلانة ده شنو درشي ماي في الحريري شو فاسين هذي ضرب على حسابي ورا سمعتك هتهضر مع أخوها لا عدا شي قلبو نفس غيجي خوها غتمشي معاه والشي اللي ما مشاش معاه غنشد ليه يدي ولا الساق بزاف تمشي ودابا هي مشات مع الوليد وفينا هو طلاقها وفينا هو فلوس وفينا مو ربع على حسابي امو كاينه في الدمه خا نبيع اللي ورايا واللي قدامي وما نخليش ولدي واحل وبراتها هوك نديها لها ونرحلها على وجهها اخرج السرقه تاعي تاع قدي لي على فير مع فاطمه الزهراء وهذه خليها على حسابي لا فاطمة الزهراء هي فشكال الوالدة شي هي بنت الوقت ياك فشكال ماليه في راسها ايش قلت لك كتبيع امي مشي كو غدار بها لا حفظك ديال الوالدة ولكن انا غادي معك في خطك ايوا سير معايا في خطك بنت الناس هادي غيسال على شي حاجه تجبد عليا هادي الله يرحمك الا كنكونوا داوي زوينين وجابدين شي حاجه اللي بحال العسل حتى كتجبد ليا القطره الله يحضر السلامه صافي نتي قلت يا جاي خويا انا نيت على لا نتسناه حتى يجي نهضر انا وياه ونقول له خويا مابقيتش باغيها قلت لك انا خوت نتفارقوا خوت دابا على حساب هاد الهضره هادي نود نوجد لولدي واحد البريليت ديالاتي مشب بالشب هكا كيديروا بالعناع الله يحفظك ديال ها سوا باش ما درتي يلاه سير سير الوالد الله يحفظك والله يجيبنا في الصواب امين مروان السلام عليكم دير اخويا خير شي بخير امورك مزيان باش نصورك اخويا نعم اخويا الدري هذه اللي خديتو الحمل حتى هو لي عظم ها واش نقول لك اخويا مروان انا راه مغلوب على امرك علاش اخويا مغلوب على امرك ماك ماشي راجل شو تبارك الله راه كبر مني خص يكون عندك قرار وكلمتك هي اللي تكون بصح اخويا مروان ولكن ماشي مرتي انايا راه غمرت خويا واخا ماشي مرتك تيقول لك المثال من راه امونك فليغير ماشي تشوف ما بقاش بقى غادي معاهم فيه ما غاديش معاهم مروان واختك تعاود ليك انا بعيد عليهم هما اللي باغين هادشي شنو غندير ليهم نخاصم امي نعاديها نضرب مع خويا فهمني يا صاحبي حط راسك في بلاصتك انا حاط راسي في بلاصتك انا دابا غير كنهضر معاك سمعتيني اختي والله حتى صبرات ما فيه الكفايه شكون كانت اختي ما كتصوم ما كتصلاح والله حتى تخرجوا من عين البرا ولكن لقاو بنت الناس وكابابل وبغات تسر شوفها مروان اختك الله يعمر لها السلعه وانا كنشهد ليها ومعاها في هاد الدار مش تمنى الخير ما فهمتش انا خوك هذا شنو باغي علاش كيقلب لا هو ولديك امك وسمح لي على هاد الهضره هادي شوف اخويا دوك الناس ما فهمت فيهم والو الدريه اللي كنت باغيها انا ولا كنت باغي نتزوجها لخويا شي انا براسي فهاد الدار شنو كنحس ايه كيما سمعتي الدريه اللي كنت باغيها انا بغاو يجوجوها لخويا انا كنحس براسي فهاد الدار غزايب شي نهار غنهز الساكي وغنعطيها شوف واش انا بحالك اقسم لا اله الا الله لزت معاهم هنا في الدار سمعتيني حيت لا امك لا خوك ما كيسوا ما كيصلحوا قول لي دابا فين هما الله يرحم الوالدين باغي نهضر معاهم دخل دخل اخويا مروان كيبان لي اخر مره غندخل لهاد الدار هادي اش غندير لك اخويا انا يا راه بحالي بحال مغلوب على امري سي مروان صافا كاين السي مروان لا والو عندي جوج كلمات غنقولهم لك وغنمشي بحال هادشي شتي انت والله يا ما راجل اقسم بالله العظيم ما راجل علاش اخويا ماشي راجل اللي كيتعدى على بنت الناس ماشي راجل ما تعديش على ما والو الدريه ما بقيتش باغيها صافي والسلام عليكم ماشي انت اللي ما بقيتيش باغيها امك اللي قالت لك ما بقيتيش باغيها سمعتيني واخويا هي ما باغياش ليا امي ما باغيهاش الحقره باش نولي مسخط والدينا انا ما مشي مسخط والدينا انا وهذا الشيء هذا ما كيبغي لا ربي لا عبده باش انك تزوج بوحده من النهار الاول ما كنتيش مقتنع بها ما تزوجش بها وتعذبها معاك وانت دابا خويا تلاقينا خوتها تفرقوا خوتها وشكون اللي ضايع في الدار فين كان شكون ضايع ها حتى واحد انت انت لا تطلقتي راه غتجيب لالة البنات اما هذيك اللي تطلقات شكون غادي يسول فيها ولا يسومها شكون ها حط راسك في بلاصتي كل واحد كيدير رزقه بالمكتب ليه الله ياك محمد وانا نكذب عليك كل واحد كيدير اللي مقسم ليه الله صافي هادشي اللي كاين بينا ولد امو مارش مالو تا هو اش كاين ثاني جيتي وغادي نمشي والله يسهل عليك هادشي هذا اللي كديري فيه كيبغي ربي لعبدو شانتيا مالا خويا شنو درت كديري والو ومن الاخر هذيك اختك تاع شحال ساويه اختي ما كتباع ما كتشرى عندها خوها يبقى يصرف عليها حتى نهار تموت الله يخلف عليك سمعتيني وفرتي عليا الا كان غير هاد النفقه اللي هزلها الهم خليتها ليكم ربحوا بها حتى شاش قلت لك
وفرتها عليا، وفرتي عليا بزاف ديال الحوايج. كلمه واحده اللي غادي نقول، سمحي لي يا معالي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، فيك انت وفي اختك اللي تسلطتوا علينا، اللي طفلتوا علينا. حنا شنو درنا لك؟ واش اختي ما درتي؟ كنتي عزيزه وغاليه. اه باينه. خديت ولدك على الصفه والنيه. عمرني هزيت فيك الراس. عمرني قلت لك نوضي ديري شي حاجه. غرك الهضره، انا دابا ما كنقولش لك هاد الهضره باش نعجبك ولا باش نغرك. انا كنقول لك راك اذيتيني بزاف، وانا ما عمرني ما غندعي فيك حيت مراه كبيره وفدرتك في قام موينتي. انا ما عنديش موينتي ودرتك انت موي، وبغيت نحط عليك الراس ولكن انت غدرتيني. انا ما غندعي ما غنقول حتى شي حاجه، الا كنت انا مادياك الله ياخذ فيا الحق، الا كنتي انت اللي مادياني. واش كنصحابك وراسك واخد استاذه ديال الفلسفه؟ صافي امي، ما بغا هاد المشاكل. لا تعلمتي تهضري، هادشي ما كيما كنتي كطبقيه في الشقه وفي الدار وفي... كان عندك الحق تغوتي عليها، اما دابا ما بقاتش ما تراجلك. سمعتيني؟ مرت ولدك، مرت ولدك باش تغوتي عليها. واخويا نوضي تزيد معززة مكرمة. زيد كون مشات معززة مكرمة كون وصلنا لهاد الحالة كون مشات شحال هادي. انت اخيرتك نجيبوها للخير. يلا عاد سير 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 حنيني سير، دي مصيبتك وسير. نوضي نقولها واحد كلمة، خليها تقول كلمة راه باقا ما نساش الحوار. ما تديش على بنات الناس ما تخدمهمش نهار الأول، ما تاخذوهمش، ما تعداوش عليهم. اللي باغي شي وحدة نهار الأول ياخذ رجل. ترجي لامي ترجي. نوضي حنيتي، سالات المحاضره ديالك. خليت لكم الله كيفما ضيعتوها، ربي يضيعكم الدنيا والاخره. والله الله يضيعك انت وياها. صلاتش علينا بحزلك نهار اللي شفناكم، ما شفنا نهار الابيض. واخ ايه مقد، ما تغركش هذيك الدموع ديالها وديك الهضره ديالها كي خلاتك ديما اللور اللور كاع النهار تتخمم. خارج تخمم داخل تخمم. صافي امي صافي، نوضي نوض قاعد. صافي سيري بعدي مني. ها هي غاده مشاكي. والله اختي ما بغيت لك هادشي وحق الله، ولكن مكتاب الله كيتصرف، ما عندنا ما نديرو. الله ياخذ الحق اللي كان حيلة وسباب. اما انا راجلي كنت كنبغيه. معناها اش منبغو؟ اش منبغو؟ راجلك ما كانش كيبغيك، كان كيبغي فيك حاجه وحده. انا كنسميها دار معاك زواج المتعه، تزوج بك حتى ما بقاش بغاك ولاحك. هادشي انا اللي كيبان ليا، اما شي حاجه ديال الحلال وكيبغيك وغادي يدير معاك وليدات. كنت باغا نكمل معاك سخيت دويرتي. واش شريفه؟ واش شريفه توقدي معايا؟ صافي مشى ربي معاه. ما سهلاش، الله ما سهلها مروانه كدو. صعيب ما بين ليله ونهار كلشي تقلب عليك، كونتي اسره ولادك حتى انتي راجل، ودويرتك مولفاها وواسعه وعريضه هي هكا. وانا عارف هادشي كامل، انا عارف اختي، ولكن انت اللي ما عارفاش بان هادوك الناس دار لك الله تاول ديال الخيم اللي بعدك عليهم. كون بقيتي معاهم اليوم وغدا شي نهار ولاو دافع عليك في الدروج مطيح عليك ويقول لي جدي اختك هي ماتت طاحت الراسه، ولا يوليو موكلين لك شي حاجه تولي شاده الركنه. موتي حسن منك. وتي الحمد لله معاك خوك امانه. واش غتعصبيني؟ الله يرضي عليك. وصافي هذا لا، انا معاك ونقف جنبك نخدم ونجي ونعطيك. تا هو الحاجه الوحيده اللي مفرحاني في الدنيا، حيت اصلا تا هو اللي عندي، تا هو الظهر اللي واقفه بي. ما تقوليش بحال هكا ما بيناتناش، انت خشي واي حاجه ندير على ودك. شي كون كنت عرفت انا النهار الاول غادي لك هادشي هذا، وبربي اللي عطيتك ليه حيت ما كتسهليش. الحمد لله على كل حال. نوضي تغسلي وجهك، نوضي غسلي وجهك نوضي. الله يدير شي شاوي ديال الخير يا ربي، والله يصبرها. وين زوينة هادي. مسطين والله. كيفاش كيبقى تما الضحك؟ واحد الجروب خالتي كنعاودوا فيه البنات النوكات. شوف شوف وافق انت. نعم خالتي. شوف هاد الحاله كي ولات ملي مشات ديك المزغوبه والدنيا ولات حالتها بالغبابر. ويلي 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 شوف والله ما كذبتي يا خالتي، والله الدنيا كلها مغبره. خاصنا نشوف شي خدامه. ديري واحد ويلي خدامه، حنا جعيلات ونجيبوا الخدامه. وراهي اللي غتشقى لك، شكون غيشقى لك انا؟ نوتي ويلا هي اللي غتشقى لي. نوضي 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 نشوفوا هاد الحاله، نحيدوا هاد الروينه هادي. وفاطم الزهراء سيري ندوي معاك، حيدي عليا التليفون وخلينا. راه انا كندوي معاك، قلنا لك الدنيا مغبره جيبي ليها خدامه. وين نجيب خدامه؟ نجيب خدامه جعيلات كاينين في الدار ونجيبوا خدامه. ولا جوج عيالات اختي. نوتي وانا. نوضي خمي وخليني نتعاون معاك. على راسك اختي، انا ما كنخمر ديور، وزيد انا ماشي داريك، دارك انت، انا عمرت ولدك. ويلا مرت ولدي، تيش هاد اللغه الجديده.
جديده. واشنو درنا نغمه جديده اختي هذه وليتي تدوي معايا بها؟ لا اختي ما جديده والو، راه انا هكا غير ما كنتش كنبان لك واقيلا قبل. وسيري ضحكي معايا فاطمه الزهره. ايوا قاعدي شكات علي عليا في صوتك كما كتصحابيني خدامه عندك. ها لا لا راه الزواج هذا انا دايرها بحال باسبور، خلينا اختي انا ندير بيه اللي بغيت. اويلي هذه فاطمه الزهره بنت اختي ولا كذبتو؟ وشنو عاد بنت اختك باغا تكوطي وقال الدري اللي تحش منك اللي بغيتيها؟ نقول لك انا اه او حاضر وما عرفت شنو. سيري اختي شوفي اللي شقالك. سيري النهار الاول دخلتي تلحمسي وطالبي وتبوسي في اليدين وتزاوقي. ها آه؟ نبوس لك يدك وماكي وتعيتي. لقيتك انت ولدك دمادم حولي دغيا كليت لكم دماغكم وكنتو تحمروا وجا كاع ما ندخل عليكم لا ضره لا مرت الولد. ونوضي تقعدي ولا ما غيعجبك حال؟ راه انت اللي ما غيعجبك حال واقيلا لزتي معايا شي كلمه اخرى. راه صبرت لك حتى عييت ياك ما كتصحابين انا ديك يد الدرويشه ديال المنان. راه ماشي انا هكاك، انا قبح من يخ ومن يع وعطيني اتساع باش ما تجبديش مني العيب ولا نجبدوه فيما بغات توصل توصل. خرج شي مره وانت كبنيتي ها هذاك قيناك سيدي راه هي تشديتي واخا وبلاتي يجي محمد وديك الساعه الهضره. لا 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 قلت لك سنيني هنايا انا اللي غنخرج كاع بما جا محمد وتحرشي عليا. هاكا حميده هاكا العالي قالك جبناهم من دار جبناهم من دار السعايا سبقونا للدار الكبار هي هادي بشار كديال اخويا مطريق. واسي محمد راه ماشي خدام عندك انا تيشتكبل ليا بحال خرجتي فينا عيني. وهاد ايد هادي نهار تزري وطلع حالك تسمع كنقول لك واحد جوج كلمات شتي انا راه نطردقك بسالة ديالك ما ديريهاش معايا وفوتيني صافي شكا ترجل عليا وكل الهضره ماشي معاك الهضره مع سيادك انا غنوريك اش كنسوى والله لا بقاتفك عقل على هاد الكمار تخرج في عينيه. يا ويلي يا ويلي خير ايام لا معنى اش غنقول لك اخا مروان واش غنعاود لك واش غنحكي لك وحق الله هادشي ما قال لي ما عنده منين يبدا. والله اخويا خالد ما كذبش الدنيا دواره سبحان الله العظيم وربي كبير ما كيسد باب حتى كيحل بيبا. الحمد لله صح عرفتي يا خويا العذاب المبين عايشين ها خلى الدرويشه ديال اختك اللي مسكين الله يعمرها سلع الراس ما تهزوش في الواحد كتشوفني مسكينه جايه كتهبط راسها وتلوحهم قال البيت. هذيك خشي مربي احسن تربيه سمعتيني صح اخويا ولكن انت خوك ما دار فيها ما يصلح. شوف انا غنسيني لك عليها خويا امي ما نعولش عليهم يا ربي تسمح لي هذوك القوم ما عرفت تقنسهم منين. دابا عليك اخويا مروان اش غادي نقول لك ضيعوا ديك الدريه وخا اختي وانا رانا زاب سنان ولكن تمنيت لو كان بقات مع خوك محمد وتسر راسها خليتها في دارها تولد وليدات حتى هي وتجمع راسها ولكن الظروف ما سمحاتش لهم بهذا الشيء حيت خوك ما يستاهلش والله ما يستاهل ما يستاهلش انا نقول لك ما يستاهلش. واللي عجبني في هذا الشيء كامل هو بينوا لي الحقيقه ديال ديك خيتي حيت انا اللي كنت غنتقدم فيها الحمد لله ولقى الناس كيبدلوا بمحسن هو بدل المقرف خلاه وحده الزيت والاداب والصواب ماشي حيت كنتي كنشكر حيت عارف كنتي شنو كتصور. مروان اش غتشكر لي الله يهديك راه كنعرفوها صاحبي راه سكنت معانا مروان عارف شنو كتسوى الله يعمرها سلع الراس ما تهزوش الواحد اصاحبي. ويا اخويا خالد واش غادي دير الظروف كتحتم على الطلاق والله يصوب والله يدير الشاول ديال الخير والله الا انا اش كنقول ملي كنشوفها في الدار هكاك والله الا كيبقى فيا الحال اقسم بالله العظيم ولكن ما لقيت لها جهه هذا لا اخويا. الحمد لله على كل حال شوف ربي كيبغيها داكشي علاش بعد على داك القوم صاحبي ما تقولش بحال هكا هذاكشي اللي كاين كل خيره كنت خيره فيها خير هذاكشي اللي كاين اخويا ما عرفتش انت تكره شي هو خير ولا كل. الحمد لله على كل حال سال لي قول لي شنو باغي تشرب. والله اخويا خالد ما بغيت نشرب شي حاجه شي غير ملي جي شي عندي دردبت انا وياك الوقت ودينا وجبنا في الهضره هذيك هي الدنيا وما فيها. احسن حاجه في هذا الشيء كامل هو عرفتك اخويا اقسم بالله العلي العظيم انت والله الا بان في ود الناس الله يكبر بك واللي شافك ما يقولش لك انت خو محمد والله العظيم الا الله الله يهديك ما خلق ايه هو قال لك الدنيا كتولد الفالح والطالح ما عندك ما دير الله يدير الشوي ديال الخير والله انت اللي جالس هاني مهني لك مع راساتك وشي تفقص ويتلك ويمرض. دابا انا دابا يومين وانا كنشوف شي حاجه ماشي هي هذيك ياك ما باغيش نهضر وبغيت نقول والو يا فاطمه الزهراء ما ضربكش النفس على مرتك تقول لها مالك شحال هذه ماشي حتى لدابا دابا حتى دابا غتقول لي مالك انا ما بغيتش نهضر معاك لا البارح لا ولا البارح شفتك مغوشه مخليتك انا رولاكسي مع راسك قولي لي شنو هو كاين جوج الحوايج في هاد الدار خاصهم يتقادوا الا بغيتيني انت انا نكون هانيه ومرتاحه ياك اختي شنو هما هاد جوج الحوايج اول حاجه
خوك خالد ما خاصوش يبقى في الدار. شو داك النهار اش دار ليا الوالي يدي كان غيهرسني وما بغيتش نقول لك باش ما ينوضش المشكل وكيش بسل عليا وجاني حاجه ديك امك امي ياك خالتك حبيبتك ما بقاتش ما خالتيش اخويا ملي تولي وحده باغي خدامه تحت رجليها وتعاملني وتخاصم عليا وتردني مدلوله ما عندي ما ندير بها ماشي خالتي خالتي راه في بلاصه امي والو استاذ العزيز انت راه باقي الله كملتي شهير شويه هادشي كامل خرج منك انا الله صيفطت وحده اختي انا قبل تبرزيط هذا تبرزيط الراس كيفاش خرج منك انت مالك بشويه كالما بيكين باور او انت البلا مش بقالي انا ما عنديش ما الدموع انا ما كيطرق في الدموع او الاولى خايبه الثانيه خايبه انت دمك وخوك ما زينين دابا انت دابا ما درت حتى مشكل انا دابا انا وليت فحال اختي وليت فحال شي بيضه ملي وقف فواحد اللعيبه انا هذه اللي جابتك يا انا غنمشي نهضر معاها ونقول لها مالك معاها اخويا لقى لي مع شي حل ومع اخوك حتى هو او يتبسل عليا في الغدا والجايه هي انا ما عنديش راجل جري على خويا انا ويتبسل عليا انا ياك هانيه هانيه اخويا بارد القلب نتايا بارد القلب الله اكبر مي الغمه وكاك داير مي وي سبحان الله انا تجي ندوي معاك انا تشد المصيبه هذه مي عرفتك يومين وين مع قربك سمعتيني كنغوت انا وياك سمعتك وقالت لك ما بقاش باغي خالد في الدار اوليدي علاش شي سبحان الله المصيبه اللي جبتي لينا اوليدي راه مصيبه وكويلي امي ويلت واش انا عرفت راسي درتها وما بغيتش نقول لك والو وليدي يلاه اكثر من هذيك هذيك مسكينه راه عادري وين شاد نوبها ما كيسالين نصرفوا فيهم انت اللي كتصرفي فيهم سير نصرف فيهم انت عارفني عندي واحد الجنيه ما نزن ضربه مع الحيط اويلي نمشي نحس انا قلت لك اويلي انت اللي دخلتينا في هذه المعمعه انت اللي خرجينا منها ما تخافش الله يرحم لك الوالدين ما تخافش اوليدي وانا حتى خويا وامي لا بغات لك الرحمه ديالك واه هتسيفت ليا هتسيفت ليا الصباح انا هادشي عارفو وكنشوف الدريه مالها ومقابله الضفيرات ومقابله من هنا ومن هنا شوف امي لو جات تبوس لي يدين وجات تبوحك وامي ودنا بهذيك الدريه خرجوا فيك سيري نصرف فيهم وليدي نقول لك واش تديري اكيد نوضي فيريا معاها ما تخممش هادي غنفيريا معاها والاخرى مسكينه غادي نمشيو نجيبها تدا بغا تجيب ليا تجي ليا والله وليدي صافي وتي فيريا مع هادي امي ما تخافش هادي غنفيريا معاها نوضي لا انا ما نوضش انا غنسمع يلا نوض وتطمئن هادي غنفيريا مع اللي ليها ليها مالهاش بغات تكون كاع بغات تخلعني يلا بيني ليا سير وليدي يلا طيحه حنا هنا في زوبيا كبيره انا غادي ليها درك يلا يا ولي المشاكل هربنا من هادي طحنا في هادي اجي لالا اللي نطوروه نقصروه ما لنا حنا شي هاد القاعده غنشطلبوه راسو دابا وغتهزي حوايجك وتزيدي خلف لداركم وي 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 مجري عليه من دار الباشا راه عاطع دار الباشا وكبر من الباشا هذا وسترك وجابك ودارك الشان ودارك همه مالك اختي جايه عندك انا من الزنقه الحمد لله انت جايه من دارنا واش انا فرحانه دابا اللي قلتي لي غطلقي خلعتيني وانت الحمد لله درنا على باسبور نقطعوا باش يلاه نسافر فين ما بغيت ونمشي فين ما بغيت وندور ندور حتى نعيا وفي الاخر عندي ورقه ها بالطلب العرض الزوج بزعطه هذيك الورقه بزعطه بزعطه هذيك الورقه الورقه راه يديروا عد دجاج في السويقه ونودي لعندك شي حاجه نودي تسقديها بقى يديها فوق حد هذاك هو النهار اللي كبير غير ولدك عايش مع عليا مصاريف اختي نافقتي وداك الشيء ديالي ونخرج نمشي وعانوضي عانوضي انت داخل على الطماعه انت داخل على تحرامي بشويه عليك اختي بشويه بشويه تقطع فيك شعاقه وحلي فيا خلاصه القول لا تموت اسمع عليك عساكته شي ولدك عصفط لي ورقتي مرحبا على الراس والعين كما قلت لك راه الطياره الاولى كتسناني هو انا طفرتيه هنا وهاتيا انت كتصلي على هيدرو السبع زيدي عسيري الله يا بنيتي تمشي نجيب لالاك الا مشي نرجع هذيك هي بنت الناس بنت الاصل وبنت الهمه وبنت الشان وما انت راه كيعش لاخا واش ماته الدوري حتى تعيا وفي الاخر تولي تقلبي على ديك الورقه عشكوني يشوفها لك حتى واحد ما بقى يشوفها لك ما عندي ما نخبي عليكم والله العظيم داكشي اللي درتو في البنج ما يبغينا ربي لعبد وراه بزاف قجرتو علينا ولي فطره مات وليدي الله يرحمه انا خويا مروان كنت ضد الوالده واخا خوكك انا على ما قال الراس ما كانش مهرسو تبعت راي امي مشيني راي الوالدين وخوكك راه ما خصكش تبعو بعض المرات تبرو بالوالدين في بزاف ديال الحوايج ولكن في هادشي ديال الزواج والخدمه ديال العشره هذا مي ولكن دابا الوالده راه عارفه شنو هو كاين هذيك خيتي اللي تحمشت بها راه صايبتها سمعنا شنو نقولك صافي انا وترضى مرتي اخويا نبكاو راه ميت خساره وهذاك الشيء درتو فخشي راه ما ناسيهش والتصرف اللي درتو معايا راه ما ناسيهش حاجه وحده اللي غادي نقول لكم
انا غادي نعيط لها ونشوفوا هي شنو كتقول. واخا انا راه لجات عليا غاش نبقى معايا معززه مكرمه. منال والله غفور رحيم وليدي. منال نعم اش السلام عليكم. السلام بنتي. السلام خالتي. كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله. هاد الناس هادو جاوبوها وردوك وطلبوا منك السماحه، شنو كتقولي في هذا الشيء؟ بنتي اسمحي لي الا قصرت من جهدي من جهتك ولا تكرفص عليك. مهم بنتي راه بلاصتك خليتيها خاوي علينا بزاف وعرفت بحقك بنتي. دابا راه جاي نطلب منك السماحه. نقول لكم جوج كلمات. حاجه وحده قبل ما تقوليها، فكري بهذا، تفكريش بهذا واخا خلي وليدي هي اللي غادي تدوي. الله سبحانه وتعالى كيسامح داكشي اللي كاين، انا اللي عبد ما غنسامحش. الله يرضي عليك. ولكن الا بغيتوني نرجع عندي شروط. مرحبا. اول شرط على راسنا وعينينا هو الاهمال ديال ولدك. مزوج وهامل مرتو، عمرني شي واحد مزوج وكيخرج ما كيعرف مرتو حيه ولا ميته، دايره بحال شي حاجه ما كايناش. الزواج راه ماشي غير سميه راني مزوج، خاصك تقد بيه. وانت يا خالتي كتجري راسك بزاف انانيه، كتفكري غير راسك ومصلحتك. عمرني انا خرجت معاك العيب؟ لا. كنت كنشقى شقى 20 مره على قبلك كتقول لي ماشي هو هذاك. انا كنعرف شقى واحد هو اللي كاين. بصح بنتي اللي خدا شي بنيه يتهلا فيها. بصح راه بنات الناس ماشي لعبه. عندك الحق. وماشي اللي عنده الفلوس يبغى على الفقير مسكين. صافي معنا اختي. صافي بنتي لا نشرط هذا الشيء حيت ضروري نقول شروط. خصنا وعينينا بنتي. الشروط راه واضحه ولكن انا عندي باش نقول شي حاجه ليكم حتى لهاد الناس. اي واحد عنده شي مريض يتهلا فيها. والمرأة في المجتمع ديالنا المغربي هاملين بزاف ديال الرجال، ولكن المرأة خصك ديرها هي الرقم واحد. بس 16 تنسول المولى الدار، بغيتي دير تنقولها المولى الدار، حيت مولى الدار كتيسر معاك الطريق. اللي عنده شي مرأة يتهلا فيها. الله يسهل عليكم وفرجة ممتعة وتبارك الله عليكم. هذا شكرا لكم.